الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالب مستثمرون من محافظات عديدة من بينها بغداد بإيجاد حل لحالات الابتزاز والروتين القاتل الذي تمارسه جهات متنفذة لعرقلة استكمال عدد غير قليل من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمهمة. وقال عدد منهم إن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية إن لم يكن أغلبها تعيش حالة الإرباك، وأضافوا أن ما يجري يمثل استهدافاً واضحاً وعرقلة مقصودة للإطاحة بجهود النهوض بالواقع الاستثماري، وهو ما يعني أنها محاولات مقصودة لإفشال أي محاولة للإصلاح في البلاد. أعلنت وزارة التخطيط الحالية أن بغداد تستحوذ على ربع العشوائيات، وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن عدد العشوائيات في عموم العراق يبلغ 4000 تجمع، بينما حصدت بغداد الأعلى بين المحافظات في عدد العشوائيات، حيث بلغت 1073 تجمعا عشوائيا، موضحا أنه يسكن هذه العشوائيات زهاء 3,060,000 نسمة. قالت اللجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية إن تخفيض مقدار الرسم الجمركي على الحيوانات الحية المستوردة قد يسهم في تخفيض أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في رمضان وستزداد مع قرب عيد الفطر. وتساءل مراقبون عن سبب المدة الزمنية الطويلة نسبياً البالغة سنة لتطبيق هذا القرار، خصوصاً وأن الجهات الحكومية تعزو ارتفاع أسعار اللحوم لظروف مؤقتة مثل ذهاب المواشي إلى المراعي في الربيع لغرض التسمين والتزاوج وعدم ذبحها، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء ليطبق لمدة عام كامل. اشتكى المواطنون في كركوك من ارتفاع أسعار الدجاج بنسبة 150%، عازين ذلك إلى قيام بعض التجار باستغلال تذبذب أسعار الدولار وحلول شهر رمضان. ويقول المواطنون إن أسعار الدجاج ارتفعت لضعف ونصف الضعف، يضيف إلى ذلك ارتفاع سعر الدجاج المستورد بشكل كبير. من جانبه أشار قائم مقام مدينة كركوك فلاح خليل يابجلي إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج مرتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية عموما واللحوم الحمراء خصوصا. ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1% وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل النفط برنت لأول مرة منذ بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي. وأرجع خبراء الطاقة زيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، رغم نفي نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أي مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، مضيفا أن زيادة الأسعار ستسمح بكسب أموال إضافية. ووفقا لوزير الطاقة الروسي، ستخفض روسيا عام 2024 بشكل طفيف كميات تكرير النفط الخام. طلب مستثمرون من محافظات عديدة، هذا الخبر الأخير، هذا شنو صار؟ والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.